ده لازم يبقى ليها فيديو لوحده. ام 5، ام 5 دي لسه نازله حالا في المعرض بتاعها في المانيا. ودي ال بي ام دبليو ام 5 ليموزين. واضح ان عشاق بي ام دبليو في مصر او بره من متابعينا كتير، فهتستمتعوا معانا النهارده وبكره وثلاث ايام هيبقى منتظرونا في لايفات كتيره، عايز اقول لكم لان احنا قايمين بتغطيه كامله وشامله لما يحدث مع جلوبال اوتو في ميونخ لغايه النمسا. عايز اقول لكم كمان ان في اليوم الاخير هيبقى هنكون في النمسا عشان التراكات، تراك سوق العربيات على تراك هناك، وهتشوفوا فعالياتها حصريه.